ورحم الله الشيخ الفقيه الشيخ محمد تقي الفقيه، نعم العالم العظيم. يعجبني هذا الرجل جدا، يحكي خلائقه ووضعه وواقعيته في كتابه، يعني تعرف نفسيته. من جملة ما يقول في بعض تعقيباته أو تعليقاته، يقول ربما تكتب لأحد أصحابك حضرة الأخ الكريم وهو ليس بأخ ولا بكريم، مجاملة. ولهذا في وضعنا العام الأخ الصديق الحميم، تعرفه عند البيتهم، دخل بيتكم، لا موين صديق حميم، وش العلاقة؟ ما بينك وبين علاقة يعني، يقول أعرفه. ولهذا فرق في التقييم بين المعرفة وبين الصداقة. وهذا حديث طويل، فقط أرغب الإشارة إليه تمهيدا لما سيأتي. إذن هالنمط من المبالغة أو دقة القول، ولهذا أشخاص عرفوا بهذا الميزان الدقيق كما ينقل عن ميرزا عبد الهادي الشيرازي رضوان الله عليه، أحد الأعلام فقهاء المقدسين، عن السيد أقا حسين القمي كذلك. يملي رسالة أو يخلي كاتب يكتب رسالة تعزية، فذاك يكتب وافانا النبأ وأزعجنا غاية الإزعاج، تأثرنا غاية، قال هذه مسحة، أنا تأثرت بس مو غاية التأثر، أنا انزعجت بس مو غاية انزعج. كلام موزون، كلام دقيق. هذا الآن في سوقنا ما يمشي، إذا ما تقول لي العلامة أنت أهنتني، هذا خطأ. هذا معنى الفاعل المفعول، لا القائل ولا المقول فيه. واحد يقدمون كتاب هدية، ذاك شاعر فقط، شاعر عادي، بعض حتى يقال أن شعره مو كله إله، هذا كتب للإهداء حضرت كذا الشاعر، رمى عليك، قال تكتب لي هذا وين يعني، هذه إهانة إلي. كتب لي تالي نص صفحة على تقديم، خلو أنا مكانه، قلت له جيب كتابي وتوكل على الله، ما نعطنك. إذن هذا أمور مهمة، تبتني المجاملات على حساب الحقائق، ولا سيما الأمور الخطيرة. زماننا هذا، خلينا نقولها وكان قد يسجل، وإذا زماننا هذا كلمة العلامة رخصت، الأول يقولوها للحلي، ها علام الحلي بس، يعبر عنه الفاضل. كذلك أيضا كلمة آية الله صارت ما لها قيمة، حتى على بياع الخضرة، بس يلبس عمامة، بس يشتغل بدل، بس يكبر سنه صار آية الله، هذا غلط. والناس هذا كل من نشوف قبل اسم آية الله، إنما الوظيفة أو المرتبة التي بلغها، من أول ما يقولوها إلا للفقهاء. الأول كلمة حجة الإسلام رحم الله شيخ فرج، لما ينقل في موضوع الشيخ علي الجشي ومجيئه إلى البلاد، لما شرف البلاد مجتهدا فقيها، سيد محسن يقول عنه آية الله، يقول ونودي باسمه حجة الإسلام، شيء كبير يعني. الحين حجة الإسلام يقالها العالي من الناس. ولهذا أنا قلت وأقول دائما كلمة شيخ علي كثيرة، مو بعد الحين، وكنت أقول لبعضهم يكتب لي بل هالدعاوى لا ثقة الإسلام ولا حجة الإسلام ولا ما حجة